ونبدأ بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، ونحمده ونستعين به ونستغفره ونطلب الهداية منه سبحانه. لو كنت من محب الطعام الحار بشكل طبيعي، فنتائج مجموعة كبيرة من الدراسات العلمية جايالك بشوية أخبار سارة، وبتثبت إن التوابل زي الفلفل الحار بتقدم أكتر من مجرد نكهة. المركبات الموجودة في التوابل الحارة ممكن تقدم وقاية فعالة من أمراض القلب، ضيف لكده إنها من أقوى العوامل اللي بتدعم التحكم في الوزن. والسؤال اللي بيفرض نفسه، إيه اللي بيجعل الأطعمة حارة من الأساس؟ بتحتوي الأطعمة الحارة وخاصة الفلفل على مركبات كيميائية من عائلة الكابسين، والمركبات دي هي اللي بتمنحها النكهة الحارة. بتتركز مكونات الكابسيسينويدات بشكل أكبر في البطانة البيضاء للفلفل، وعند تذوق الفلفل بيرتبط الكابسيسين بمستقبلات استشعار الحرارة في الفم، ومن هنا بيبدأ الإحساس بالحرقان. ومن أشهر فوائد الأطعمة الحارة هي وقاية أمراض القلب والشرايين. أدلة كتير بتدعم إن الأطعمة الغنية بالتوابل بتقلل ضغط الدم والكوليسترول، وهم العاملين الأساسيين للإصابة بأمراض القلب. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2022 إن الأطعمة الغنية بالتوابل والفلفل ممكن تساعد في تحسين ضغط الدم، واللي بدوره بيقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. ضيف لكده إن الأطعمة الغنية بالتوابل بتقلل بشكل كبير من الرغبة في تناول الملح، واللي بينعكس إيجابياً على ضغط الدم وصحة الشرايين. وفي دراسة تانية ربطت بين الأطعمة الحارة وانخفاض مستويات الكوليسترول السيء، والمعروف باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة اللي هو Density Lipoprotein. مش بس كده، تناول الأطعمة الحارة أكتر من 5 مرات أسبوعياً بيعزز بشكل فعال مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة، واللي بيسمى بالكوليسترول الجيد. وللأمانة العلمية، أظهرت بعض الدراسات زيادة في مستويات الدهون الثلاثية مع استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل، ولا يخفى إن ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية مرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب. ومش هننسى نقدم نصيحة لحل المشكلة دي بعد ما نكمل الفوائد. كمان من فوائد الشطة بشكل خاص والأطعمة الحارة بشكل عام هي المحافظة على صحة الأمعاء. بيرتبط عدم توازن البكتيريا في الأمعاء أو الميكروبيوم باضطرابات الجهاز الهضمي ومتلازمة القولون العصبي والسكري. وللتوضيح، الميكروبيوم المعوي هي الكائنات الحية الدقيقة اللي بتعيش في الأمعاء، والحقائق العلمية بتقول إن لها تأثير كبير على الصحة. وممكن تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل إزعاج في الجهاز الهضمي عند بعض الناس، إلا إنها مفيدة لصحة الأمعاء عند تناولها باعتدال. وتأثير الأطعمة الحارة بسيط جدا، زيادة كمية البكتيريا المفيدة في الأمعاء مع تقليل كمية البكتيريا المسببة للأمراض. ممكن تساعد الجرعات المنخفضة من الكابسيسين على إزالة الحمض الزائد في المعدة، واللي بيعزز شفاء قرحة المعدة. ما تنساش إن استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل ممكن يدعم جهود السيطرة على الوزن عن طريق زيادة حرق الدهون وتخفيف الشهية. ووفقا لمراجعة بحثية تانية شملت آلاف المشاركين، علشان يفحصوا العلاقة بين استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل والأمراض المزمنة، وجد الباحثون إن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل بتقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة 16%. أما بالنسبة لإجابة السؤال إزاي نتجنب الآثار الجانبية، فبكل بساطة الاعتدال هو السر. بتعتبر الأطعمة الحارة بشكل عام آمنة عند تناولها بكميات معتدلة، ولكن تناول كميات كبيرة من الكابسيسين قد يسبب أعراض غير مريحة في المعدة، بما فيهم قرحة وألام المعدة والغثيان والإسهال. وممكن تكون الأعراض أكثر حدة عند المصابين بالقولون العصبي، أو اللي مش معتادين أصلاً على تناول الأطعمة الحارة باعتدال. ناخد بالنا إن في بعض الدراسات بتشير إن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالتوابل ممكن تؤدي لتأثير عكسي وزيادة خطر الالتهابات. في النهاية بنأكد إننا عند حسن الظن من تحقيق المعلومات المقدمة من مصادر موثوقة ومعتمدة. بتمنى لكم جميعاً صحة أفضل وحياة سعيدة.